نعم، شكرا لك نجلاء، وأهلا بكم مشاهدينا. إذن بعد أن طال انتظار النتائج وأخيرا حسم الأمر وعرف اسم الرئيس الأمريكي للسنوات الأربع المقبلة، وفور لحظة إعلان فوز جو بايدن يتصدر هاشتاغ باسم جو الرئيس المنتخب قائمة الأكثر تداولا الأمريكية. ونبدأ جولتنا مشاهدينا من تغريدة الفائز، يقول بايدن فيها: أمريكا يشرفني اختيارك لي لقيادة بلدنا العظيم. أيها الأمريكيون، لقد شرفتموني باختياري رئيسا لهذا البلد العظيم. ينتظرنا عمل شاق، لكن أعدكم بأن أكون رئيسا لكل الأمريكيين. الديمقراطية هيلاري كلينتون غردت: قال الناخبون كلمتهم واختاروا جو بايدن وكمالا هاريس. إنها لحظة صناعة التاريخ ورفض ترامب وصفحة جديدة للولايات المتحدة. شكرا لكل من ساهم في صناعة هذا الحدث. سنكون معا من الآن وصاعدا. جون ماكي مشاهدينا نقل عبر تغريدته أجواء الاحتفال قائلا: الناس يهتفون في الشوارع هنا في سان فرانسيسكو. أحب أن البلد حصل على هذا الحق الديمقراطي. العضو في البرلمان الأوروبي سيب دانس غرد قائلا: انتهى الأمر وثبت أنه يمكن التغلب على الشعبويين. هناك الكثير للمناقشة، لكن في الوقت الحالي استمتع بهذه اللحظة. استخدام العنصرية سلاحا ليس مستقبل سياستنا. مبروك سيدي الرئيس المنتخب. والسياسي جون أوشيا كتب عن انتخاب كمالا هاريس نائبا للرئيس وقال: بعد قرن من حصول المرأة على حق التصويت، سيتم تنصيب أول امرأة نائبا للرئيس. عمدة مدينة باريس أن هيدالغو كتبت مرحبة بعودة الولايات المتحدة وقالت: أهلا بكم من جديد في الولايات المتحدة، مبروك لجو بايدن. السياسي الأمريكي كان مارتن غرد محتفيا أيضا وقال: إنه يوم عظيم لأمتنا، حان الوقت لقلب الصفحة، ويجب أن تتحد بلادنا ونتحد كشعب واحد لمعالجة الأزمات التي نواجهها. ولكن ماذا عن ترامب مشاهدينا؟ حتى الآن غابت تغريداته عن المشهد، لكن بالطبع أنصاره كانوا حاضرين. هذا المغرد مثلا يعترض على الانتخابات والنتيجة أيضا، وكتب: طوال فترة حياتي لم أرى انتخابات بهذا السوء من قبل. سأحزم حقائبي وأغادر حتى يتم إصلاح هذا البلد. وهنا روز كيلر تطلب من ترامب أن لا يستسلم وأن لا يقبل بالنتائج، وبرأيها أن الشعب الأمريكي يستحق ذلك. العضو في الحزب الجمهوري جوزيف لويس تحدث عن فترة حكم ترامب ملقيا اللوم على الديمقراطيين، وتساءل عن مدى نجاح رئاسة ترامب لو أن الديمقراطيين حاولوا العمل معه بدلا من الوقوف ضده. وننهي فقرتنا مشاهدينا بفيديو لكمالا هاريس نائب الرئيس المنتخب وهي تبارك لبايدن بانتخابه رئيسا. We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الفقرة. نعود الآن إلى استكمال التغطية من واشنطن معك نجلاء.